بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قال الشارح رحمه الله: قال أبو السعادات رحمه الله: العدوى اسم من الإعداء كالدعوى، يقال أعداه الداء يعديه إعداءً إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. وقال غيره: لا عدوى هو اسم من الإعداء، وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره، والمنفي نفس سراية العلة، يعني المرض ما ينتقل بنفسه أو إضافتها إلى العلة، والأول هو الأظهر. كان أهل الجاهلية يزعمون أن المرض ينتقل إلى الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك، فالمرض لا ينتقل بنفسه. لا عدوى ولا طيرة. وفي رواية لمسلم رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح، الذي فيه مرض لا يذهب إلى الصحيح، لا تدخل الحيوان المريض على الصحيح. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه وقالوا: سمعناك تحدث به، فأبى أن يعترف به. قال أبو مسلمة الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه: فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم: أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، والسائب بن يزيد، وابن عمر، وغيرهم رضي الله عنهم. وفي بعض روايات هذا الحديث: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. الجذام مرض، نسأل الله العافية، تتقطع منه الأعضاء، ففر من المجذوم كما تفر من الأسد، يعني لا تخالط المجذوم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي رحمه الله، وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن النجار وابن مفلح رحمهم الله وغيرهم، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، يعني أن المرض لا ينتقل بنفسه، هذا نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فالمرض لا ينتقل بنفسه، أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، فهذا نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فالمرض لا ينتقل بنفسه.
وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، هكذا كان أهل الجاهلية يعتقدون. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببًا لحدوث ذلك. يعني المخالطة قد تكون سبب بإذن الله، وأما نفس المرض ما ينتقل بنفسه، إنما المخالطة قد تكون سبب لوقوع المرض بإذن الله تعالى، لا أن المرض ينتقل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. يعني المخالطة قد تكون سبب بإذن الله، لا أن المرض ينتقل بنفسه. وقال: لا يورد ممرض على مصح، الذي معه شيء من الغنم مريضة لا يدخلها على الصحيحة، لأن المخالطة قد تكون سبب بإذن الله، لا أن المرض ينتقل بنفسه. وقال في الطاعون: من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، لأن المخالطة قد تكون سبب، لا أن المرض ينتقل بنفسه. وكل ذلك بتقدير الله تعالى. ولأحمد والترمذي رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء، المرض ما ينتقل بنفسه، قالها ثلاثا. فقال أعرابي من أهل البادية: يا رسول الله، إن النقبة من الجرب، يعني القليل من الجرب، والجرب هي الألم الذي يقع في الجدن فيخدش الإنسان بجسده، فهذا مرض الجرب. قال: إن النقبة من الجرب، يعني القليل من الجرب، تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول، البعير الأول من أجربه؟ الله عز وجل، فالذي أجرب الأول هو الذي أجرب الثاني، فالمرض لا ينتقل بنفسه. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أن يهلك أو يضر، فكذلك اجتنب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. فالمرض ما ينتقل، ولكن المخالطة قد تكون سبب بإذن الله. وأما إذا قوي التوكل على الله، والإيمان بقضاء الله وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادًا على الله ورجاءً منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحالة تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يُحمل الحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله والترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم من به مرض الجذام فأدخلها في القصعة، أي قصعة الطعام، ثم قال: كل بسم الله، ثقة بالله وتوكل عليه. وقد أخذ به الإمام أحمد رحمه الله
وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم، ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أكل السم، يعني الكفار قالوا هذا السم يضر، فهو توكلاً على الله أنكر فأكل السم فحفظه الله. ومنه مشى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأبي مسلم الخولاني رحمه الله على متن البحر توكلاً على الله، قاله ابن رجب رحمه الله. فالمقصود أن المرض ما ينتقل بنفسه، فعقيدة المشركين باطلة، وأما المخالطة قد تكون سبب بإذن الله. قوله ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون نفياً أو نهياً، أي لا تتطيروا، أي لا تتشاءموا. ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. فالتطير والتشاؤم باطل، لا يجوز للمسلم أن يتشاءم من شيء، بل المسلم دائماً إذا خرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالله يحفظه جل وعلا، ولا يجوز التطير والتشاؤم. بعض الناس إذا رأى أعرج يتطير، يقول اليوم أنا رأيت أعرج، هذا باطل، لا يجوز. الأعرج هذا قدر الله، فلا تتطير وتتشاءم. وبعض الناس يتطير من يوم الأربعاء، يقول اليوم الأربعاء في شر، هذا باطل. التشاؤم لا يجوز أبداً، الأمور كلها بيد الله عز وجل. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون، يعني يتشاءمون، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، أي لا ترجعوا عن أعمالكم تشاؤما. فأخبره أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فغير الله لا يضر ولا ينفع، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك في قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها، ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة، أي بالكلية. فيجب علينا أن نحذر خرافات الجاهلية، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها، وبادر خواطرها من قبل استكمانها. قال عكرمة رحمه الله كنا جلوسا
عند ابن عباس رضي الله عنهما، فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لا خير ولا شر، هذا طير يصيح، لا خير ولا شر، يصيح ما ندري ما حاله، فلا يدل على أنه يدل على شر أو يدل على خير، لا. فابن عباس رضي الله عنهما قال: لا خير ولا شر، أنكر على ذلك الرجل. فالطير يصيح كيف؟ فإنه لا يدل على خير ولا يدل على شر، فبادر بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس رحمه الله مع صاحب له في سفر، فصاح غراب، غراب طير من الطيور، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني، لا تمشي معي، أنت عندك خرافات، لا تصحبني. هكذا كان السلف يبتعدون عن أهل البدع وعن المخرفين وعن أهل الجاهلية. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. وقد جاءت الأحاديث، وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، ونحو ذلك. فهذا الحديث ليس فيه إثبات الطيرة، وإنما إخبار أن بعض هذه المخلوقات جعل فيها شر. المرأة أن تكون سيئة الخلق، هذا شيء خلقه الله، والدابة تكون صعبة، ما يركبها إنسان إلا بكل مشقة، والدار أن يكون جيرانها جيران سوء، هذه أشياء خلقها الله ليست من التشاؤم الذي عليه الناس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاث ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله سبحانه، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشؤومة، يعني سيئة، على من قاربها وساكنها، وأعياناً مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولداً مباركاً يريان الخير على وجه، ويعطي غيرهما ولداً مشؤوماً يريان الشر على وجه، كل هذا خلق الله وليس من التطير. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة، ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوساً يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك طيب وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سبباً لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون أي نوع، والطيرة الشركية لون آخر. فالتطير باطل، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة، طائر من الطيور يقال له البومة. كان أهل الجاهلية يتشاءمون، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم التشاؤم،
قال ابن الأعرابي: كانوا يتشاءمون بها، أي بالبومة، إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي، أو أحدا من أهل داري، أن جاءت تخبرني بموتي. كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي، أو أحدا من أهل داري. فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. البومة طائر من الطيور، ما يدري عن شيء، لا يدل على خير ولا يدل على شر، لا يجوز التشاؤم. قوله: ولا صفر، ولا هام، ولا صفر بفتح الفاء. روى أبو عبيدة رحمه الله في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس. صفر حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير رحمهم الله. فإذا كان في بطن الإنسان حية ما يؤذي، ما يضر غيره، الأمر كله بيد الله فلا عدوى. وقال آخرون: المراد به شهر صفر، كان أهل الجاهلية يتشاءمون من شهر صفر، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. صفر شهر من شهور الله ليس فيه شيء، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهو قول مالك. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم التشاؤم من شهر صفر، ونقل المحرم إلى صفر، كل ذلك من أمور الجاهلية. وروى أبو داود رحمه الله عن محمد بن راشد عمن سمعه، لم يذكر اسم الراوي، يقول: إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا يجوز التشاؤم من صفر ولا غيره. قال ابن رجب رحمه الله: ولعل هذا القول أشبه الأقوال، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة، كل هذا من أمور الجاهلية. فعلينا أن نتوكل على الله عز وجل، ولا نتشاءم بأشياء من وساوس الشيطان. قوله: ولا نوء، لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، ولا نوء. النوء واحد الأنواء، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى. النوء النجم، كانوا يتشاءمون من بعض النجوم، وينسبون المطر إلى بعض النجوم، فالنبي أبطل ذلك. فالمطر ينزل بأمر الله، ليس للنجوم أي تأثير. قوله: ولا غولة، ولا نوء، ولا غولة، هو بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال أبو السعادات رحمه الله: الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. الغول جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلات تتراءى للناس، تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. والشياطين لا يقدرون على شيء، فالمسلم إذا رأى شيء من ذلك يقرأ المعوذتين، ويقرأ آية الكرسي، ويذكر الله فيحفظه الله. فإن قيل: ما معنى النفي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان.
قال السيوطي في الجامع الصغير رحمه الله، رواه الطبراني في الأوسط رحمه الله عن أبي هريرة، وهو ضعيف، الحديث في سنده ضعف. أجيب عنه بأن ذلك كله بأن ذلك كان في الابتداء، ثم دفعها الله عن عباده، أو يقال المنفي ليس وجود الغول بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه، أو يكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحداً مع ذكر الله والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالي سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله. وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها أو عدمها. ومنه حديث أبي أيوب رضي الله عنه، كان لي تمر في سهوة أي في رف، فكانت الغول تجيء فتأخذ، يعني تسرق نوع من الجن. قال وأما حديث أخذ بيد مجذوم فأدخلها في القصعة، في سنده ضعف. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. قوله ويعجبني الفأل، قال أبو السعادات رحمه الله الفأل مهموز فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسر، يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التحقيق والقلب. وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا، يعني يقولون فال، وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، إذا اعتمدوا على الله عز وجل ورجوا فضل الله. وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. فالمسلم يرجو الله ويرجو فضل الله. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء، فلا يجوز التشاؤم. والتفاؤل أن يكون الرجل المريض فيسمع آخر يقول يا سالم، هذا مثال للفال، مريض يسمع إنسان يقول يا سالم فيقول إن شاء الله أنا أسلم، إن شاء الله أنا أسلم، يفرح بالكلمة ولا يعتمد عليها، لكن يرجو الله أن يجعله سالما. أو يكون طالب ضال ضاع له شيء فسمع فيسمع آخر يقول يا واجد، فيفرح ويقول إن شاء الله أجد ضالتي، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته، يعني يرجو الله سبحانه وتعالى. ومنه حديث قيل يا رسول الله ما الفال؟ قال الكلمة الطيبة، أن يفرح بها ولكن لا يعتمد عليها، يعتمد على الله ويسأل الله من فضله. قوله وما الفال؟ قال الكلمة الطيبة، بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها، لأنه يفرح بها ويسأل الله من فضله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، ليس فيه شرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يجب يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما. والله سبحانه
قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء استبشرت بها النفوس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، ولكن يطلب من الله أن يحقق ذلك. وإذا سمعت أضدادها أوجب على هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفاً، وهذا ينبغي التوكل على الله وعدم الكراهة. فأحزنها ذلك وأثار لها خوفاً وطيرةً وانكماشاً وانقباضاً عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضرراً في الدنيا ونقصاً في الإيمان ومقارفة الشرك. فيجب أن يحذر المسلم من الطيرة. وقال الحليمي رحمه الله: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق. ولا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بالله، بل يحسن الظن بالله، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. فلا يجوز للمسلم أن يتشاءم من شيء. وقال الحليمي رحمه الله قوله: ولأبي داود بسند صحيح رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنها الفأل، الكلمة الطيبة، ولا ترد مسلماً. المسلم لا يتشاءم ولا يرجع عن حاجته. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذا وسوس لك الشيطان بالتشاؤم ادعو بهذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر، كذا أخرجه أحمد وأبو داود رحمهم الله وغيرهما. قال المعلق: ضعيف الإسناد، قاله في ضعيف الجامع، وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته، فقال الماوردي رحمه الله له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي رحمه الله لا صحبة له تصح. قوله: فقال أحسنها الفأل، قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل، وروى الترمذي رحمه الله وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: يا نجيح، يا راشد. وروى أبو داود رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، لا يتشاءم من شيء، وكان إذا بعث عاملاً سأله عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه، ولكن لا يتشاءم، وإسناده حسن، وهذا فيه استعمال الفأل. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، وهي الكلمة الطيبة يفرح بها ويطلب الله، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز
والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك. الرقية ما يقرأ وينفث على المريض، فإذا كان فيه أسماء غير الله فهذا شرك لا يجوز، لا تجوز الرقية بالشرك. وأما إذا كان بالآيات القرآنية كآية الكرسي وسورة الفاتحة والمعوذتين وغير ذلك والأدعية الصحيحة النبوية فهذه الرقية مشروعة. وأما الرقى بالألفاظ الشركية وبالكلام الأعجمي لا يجوز. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة، إذا كان بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية. قال ابن مفلح رحمه الله: والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروهًا الكراهية الاصطلاحية. فالرقية بأسماء الشياطين وأسماء غير الله هذا شرك ومحرم لا يجوز. قال في شرح السنن رحمه الله: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعًا أو تدفع عنهم ضرًا إذا عملوا بموجبها، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. إذا زعموا أنها تضر وتنفع شرك. قوله: وما منا إلا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني ما منا إلا والشيطان يوسوس له، ولكن يذهب الله ذلك بالتوكل. هذا قول أحد الصحابة لا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قوله: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وأما قوله وما منا يعني إلا ويوسوس له الشيطان، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من قول بعضهم، ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذا توكلنا على الله ذهب وسواس الشيطان. رواه أبو داود والترمذي وصححه رحمه الله. وجعل آخره من قول ابن مسعود: ولكن الله يذهبه بالتوكل، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا من قول ابن مسعود لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن ماجة وابن حبان رحمهم الله. ولفظ أبي داود رحمه الله: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، ثلاثا. التشاؤم شرك لا يجوز، وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق بالقلب على غير الله تعالى. قال ابن حمدان رحمه الله: تكره الطيرة، يعني تحرم، المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم. وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها، الطيرة شرك، القطع بتحريمها لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروهًا الكراهية الاصطلاحية. بل الطيرة شرك محرم. قال في شرح السنن رحمه الله: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبها، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. التعلق بالقلب على غير الله شرك. قوله: وما منا إلا. قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري رحمهم الله في الحديث إضمار التقدير: وما منا إلا، وقد وقع في قلبي شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فعلى المسلم أن يحذر وساوس الشيطان. قال الخلخالي رحمه الله: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا من أدب الكلام.
قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. قوله وجعل آخرة من قول ابن مسعود، قال ابن القيم رحمه الله وهو من الصواب فإن الطير نوع من الشرك، قال ولأحمد رحمه الله من حديث ابن عمر من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، يعني إذا رجع بالتشاؤم فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، لا تتشاءم ولا ترجع عن حاجتك، ادعو بهذا الدعاء اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني رحمهم الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات. قوله من حديث ابن عمرو، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم، وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة رحمه الله ليالي الحرة على الأصح بالطائف رضي الله عنه.